إلى الخبر الآخر، حيث حصلت القناة الرياضية على حقوق بث اعتزال الكابتن عبد الله صالح لاعب نادي الاتفاق يوم الخميس القادم أمام الزمالك المصري، وذلك في إطار حرص القناة على توفير مثل هذه المهرجانات على الشاشة بدون مقابل لمشاهدين الكرام. بالتأكيد اليوم أيضا في نفس السياق أقيم اليوم حفل تكريم يسبق هذا المهرجان، تكريم للاعب اليوم بحضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة في المنطقة الشرقية. فيصل القحطاني حضر هذا الاحتفال ورصد لنا هذه الأجواء، نتابع. الله يبارك فيك. الله يطول في عمرك. الله يسلمك. ما قصرت. الله يطول في عمرك. حق والدك موفقين ان شاء الله. اي والله والله لاعب لك، والله لك مكان في قلوبنا. والله الله يوفقك ويستر عليك. شكرا. دائما التلقائيه هي، واللي الكلام يطلع من القلب هو اللي يوصل للقلب. انا دائما تعلمت اني اكون واقعي واكون صريح مع الراي العام. زي ما كنت في الملعب كنت احرص على اني اهاب من الجمهور واقدم مستوى عشان يرضيهم قبل اهاب من الفريق اللي قدامي، وكنت دائما احرص ان اي شيء يطلع من القلب بدون اي تعديلات او اي انشاءات في الحياه. لكن بعض الاحيان الشيء هذا طلع مني، واقول لاخوي فيصل يعني شيء لا ارادي. عارفين والله ابو صالح الوالد الله يرحمه، يعني بالنسبه حتى التكريم التاخير يعني كلمه تكررت. انا بالنسبه لي دائما اقول هذا تكريم وليس حفل اعتزال، لان الاعتزال انا تركت من بعد 94. طيب ابو صالح خلني معلش ابغى اسالك، انا سمعت انك كنت لاعب سلاح شيش، ذكر احد الاخوان هنا قبل شوي اثناء التكريم انك كنت لاعب سلاح شيش قبل القدم، ليش غيرت؟ من كثر يعني كان اول في صعوبه انك تخش النادي، في صعوبة أنك تمثل نادي الاتفاق، في صعوبة تمثل، فكان في مركز صيفي، فأنا دخلت المركز الصيفي، فكان المدرب يبحث عن لعيبة عشان إيش القاعدة، يبقى يبني قاعدة، فمن ضمنهم أنا، ولدرجة أن استمرينا، بس هو كان محذرنا، قال إذا سلمتكم الملابس هذا بس مو بالشردون زي غيركم، فقلنا لا إن شاء الله، بعد ما استلمنا شردنا. طيب أبو صالح، فيه سمعنا أنه برضو في مفاجأة في حفل الاعتزال، لاعبين متواجدين، من اللاعبين سيتواجدون بجانب عبد الله صالح؟ اللعيبه بيكونون اخواني وابناء واللي يدعموني واللي سندوني واللي انا تشرفت ان اكون معهم، جيل الاتفاق القديم، صالح خليفه، عيسى خليفه، عمر بغشوين، جمال محمد، سعدون حمود، زكي الصالح، مبارك الدوسري، جميع الجيل الذهبي، انا اخاف محمد دبيخي، مروان الشيحه، يعني هذه جيل انا احرص. الانديه الاخرى يعني انا للامانه يوم بدأت اتكلم معهم ما قصروا. من مين أكد لك راح يتواجد في اللحظة؟ صالح نعيمة، ماجد عبد الله، محمد عبد الجواد، محيس الجمعان، صالح المطلق، صالح الدود، نواف التمياط، يوسف ثنيان، سامي الجابر اليوم أنا متكلم معاه، واللعيبة اللي حاضرين صالح الدود، صالح المطلق، حمزة دريس، محمد دعية، كلهم بيكون متواجدين. النجوم راح يتواجدون في الحفل. إيه هذا كضيوف شرف، أنا حبيت إني أكرمهم معاي، مش لي أنا أكرمهم معاي، لكن اللي بيكونون في اللعب محمد دعيع، يوسف ثنيان، مع اللعيبة الموجودين الحاليين محمد نور، مالك معاذ، سعد الحارثي، عبد الرحمن القحطاني، ياسر القحطاني، محمد الشلهوب يتواجدون بجانب الملعب. فعلا هو موهوب يعني محمد الشلهوب. على العموم فهذا هذا هذا ان شاء الله بيكون نجوم مطعمين ضد نادي الزمالك المصري الشقيق. التكريم واجب وها عاده عربيه بدون شك، والمكرم الحقيقه يستحق باخلاقه وسلوكه وخدم النادي وخدم المنتخب، فيجب تكريمه. والحقيقه اللجنه الاهليه للتكريم صار لها الان يمكن حوالي 20 سنه او اكثر، وسوف تقوم بهذا العمل وهذه المسيره لكل من يستحق ويستاهل في هذا المجال. اقول لعبد الله الله يعطيك الف عافيه على ما قدمت في البدايه، طبعا لمنتخبنا الوطني وهو الاهم، وثانيا لناديك الاتفاق، واعتقد نادي الاتفاق والرياضيين في المملكه لا ينسون ما قدم اللاعب عبد الله صالح سواء لنادي او للمنتخب الوطني. لاعب مثل الاتفاق في احلى ايام الاتفاق، في سنوات الذهبيه لنادي الاتفاق، بطولات الاتفاق الجميله جدا، يعني الاولويات
بطولة الخليج الأولى، بطولة العرب، بطولة الدوري بدون خسارة. كل هذه الأشياء ساهم فيها عبد الله صالح مساهمة فعالة، ساهم مع الأخوان في المنتخب الوطني في صعود إلى نهاية كأس العالم، حصول على كأس آسيا. كل هذه الأشياء طبعا تجير الأخ عبد الله صالح، ونقول له أديت الأمانة بشكل جميل جدا، وقدمت كل ما لديك لمنتخبك وللوطن ولناديك الاتفاق. نامل إن شاء الله نشاهد عبد الله صالح يعني مستمر في الحركة الرياضية سواء كإداري أو مدرب.